السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. في آخر مسجدات قضية المغنية، وبعد الصدمة اللي تلقتها من طرف المحامي ديالها اللي خبرها رسميا أن الطلب ديال المحكمة نقد الإبرام تم الرفض ديالو، خصوصا في ظل هذه التطورات الخطيرة وفي ظل هذه الأخبار اللي دائما كنسمعوا فيها بما فيها نشر بعض الوثائق والحقائق بخصوص قضية وئام الدحماني. على أين؟ فالعائلة البطماوية أو الحمزاوية اللي كتسابق الزمن هذه الأيام وكتناشد صاحب الجلالة بذلك بربط بعد يعني اتصالات من طرف بعض المسؤولين، خصوصا وأن هذه المغنية كتعيش هذه الأيام حالة نفسانية صعيبة جراء هاد الحقائق وهاد الأخبار. لصراحة إخواني أخواتي، هنا كتبدأ نهاية الحساب حمزة مومبيبي ونهاية هاد المغنية. فبمطالبة صاحب الجلالة واستعطاف صاحب الجلالة، أكيد أن المغنية كتحاول باش تخرج من هاد القضية، وأنها كتبت للمغاربة أنها فعلا بريئة من هذاك الحساب حمزة مومبيبي، والأكيد أن لا شيء من هذا القبيل، يعني كتأكدوا على عكس، فهي مدانة بسنة سجن نافذا، والمحكمة سوف تنظر في هذه القضية عاجلا أم آجلا. وفي ظل ظهور بعض المستجدات اللي خطيرة، يعني من بعد ما تم الاعتقال ديال هذاك القاضي اللي كان كيحمي هاد المغنية بخصوص القضية ديال حمزة مومبيبي، هاد الشيء اللي خلى محكمة النقد والإبرام يعني تأخر، واللي كان هو السبب في هاد التأخير. على أين؟ فالقضاء أو النيابة العامة اللي مازال كتقوم يعني بتحقيق مع هاد السيد أو هاد القاضي اللي أحيل، يعني اللي تم إقالته من العمل ديالو، والآن يعني صراحة يعني راه كيعطيهم بعض المعلومات اللي هي خطيرة بعد ما كشف عن 14 قاضي يعني متورط في قضايا فساد. فعلى أين؟ فاحنا أمام واحد القضية اللي هي خطيرة وخطيرة، وهو الحساب حمزة مومبيبي اللي مازال ما تمش الطي ديالو والكشف عن المتهمين الرئيسيين اللي كيحاولوا أنهم يغطيوا على هاد الأعمال اللي كتقوم بها هاد المغنية. فالأيام القليلة القادمة إخواني أخواتي اللي غتبين كل ما هو جديد، خصوصا بعد ظهور بعض الوثائق وبعد ظهور بعض الحقائق، خصوصا أن الدكتور راشد العمارتي يأكد ما مرة إخواني أخواتي أكد أن المغنية فسوف يتم تطبيق الحكم يعني في حقها، خصوصا وأن بعد ما يعني كشف أنها متورطة يعني في تصفيات واحد السيدة يعني بالخليج، يعني إن كان هذا خبر مؤكد أم غير مؤكد، فالأيام القليلة القادمة غتبين الحقيقة. أما السكوت الصامت اللي كتفاجئنا به هذه المغنية فهو دليل على أن شيئا ما يعني مخبياه. كذلك بعد ما تلقات الخبر ديال القضيه ديال وئام الدحماني من جديد، وانه تاكدت ان هذه القضيه يعني حيات من جديد من بعد ما خرج الاستاذ رشيد المارتي وكشف الحقائق وكشف بعض الوثائق واكد لها انك مدانه وانك متهمه رئيسه في هذه القضيه ديال تصفيه وئام، فعلى اين المحامي ديالها اللي كيحاول على قدم وساق انه يلقى شي مخرج لهاد المغنيه، يعني يقلب شي ادله وشهود، يعني بزاف مسائل بزاف ثغرات. اننا اكيد كنعرفوا المحامين ديال هاد المغنيه دائما كيبحثوا على ثغرات، خصوصا يعني الثغره اللي كانوا كيحاولوا انهم يطبقوها بخصوص محكمه النقد الابرام، يعني على اساس انه يتقادم يعني بالتقادم يعني وفي الاخير يعني يسقط ذاك الحكم بحقه. ولكن يعني تفاجات يعني اخيرا أن محكمة النقد الطلب ديالهم تم الرفض ديالهم، والأكيد أن الأيام القليلة القادمة سوف يتم تطبيق الحكم في حقها. هذا هو الأساس إخواني أخواتي، وهذا الشيء هو اللي خلى أن المغنية كتحاول تستعطف صاحب الجلالة بهذا الخصوص باش يتدخل في هذا الملف ديالها. فعلى أين؟ فنحن
نطالب المحكمة على أساس أن القانون يكون فوق الجميع. هذه المغنية يعني ما تعتبرش راسها أن بريئة، لأن كل الأدلة، كل يعني الشهود، كل المتهمين اللي كندوزوا العقوبة السجنية بالودايا فهم اعترفوا، كذلك الأخ ديالها الأقرب مقربين لها اعترفت لها، اعترفت بأنها يعني مدانة في هذه القضية، وأنها هي من كانت تسير هذا الحساب. وهذه كلها دلائل وقرائن تثبت حقا انها مدانه في هذه القضيه. على اي حتى ديك الثغرات اللي كانت كتحاول انها يعني تعملها وكتنفذها بالحرف، يعني بعد ما كان داك المخطط ديال المهندس ديال المرحوم ابو 20 يعني ابو الثغرات الله يرحمه، اللي كان دائما كيقول شنو تملي شنو، خصوصا بدايه من الحمل، ان حملات في ديك الفتره يعني هي ما كانش باغا تحمل، ما كانش باغا تولد اصلا، فهي كان غير زواج مصلحه مع هذاك الطليق ديالها. هذا يعني هو الخبر الاكيد اخواني اخواتي، السيده راه ما كانش باغا الاولاد مع هذا السيد، فهي بحال اللي باغا تقول ان ترفات في هذا الشيء كامل، وكان الشيء الوحيد اللي كان كيهمها هو انها تجمع الفلوس يعني وتجوج من شي راجل اخر، وهذه الخطه ديالها اللي قامت بها هي انها تخلصت من هذا الطليق ديالها. يعني ما عقلاتش عليه، راه ما كاين لا حب لا حتى شي حاجه، سيده طلقت منه، وحتى البنات ديالها يعني ديك الحضانه يعني حالفه انها يعني ما تعطيش يشوف ولادو، يعني ديك ولادو عندوش الحق انهم يشوف، فهي قطعت عليه الماء والضوء نهائيا. غير باش تعرفوا اخواني اخواتي، هاد السيده كان عندها زواج المصلحه، زواج المصلحه على عكس هاد الطريق ديالها. ربما كما كنشوفوا فهو مازال كيحماق على ولادو، ومازال في الايام ديك الايام اللي كانوا غيطلقوا مازال كان عنده هالبصيص ديال الامل على اساس انه مازال كيبغيها، يعني حسين ان السيد مازال كيبغيها، وهي ما عقلاتش عليه، جرات عليه في المهرج عند البرنوسي، جرات عليه يعني في اي مناسبه كيحاول انه يتصالح معها، دائما كانت كتجري عليه اخواني اخواتي. يعني هاد السيده راه باين يعني انها عندها غير المصالح، عندها غير المصالح، فهي توجد في البحرين باش تجني فلوس، يعني باش يعني دير واحد الثروه. وفعلا السيده مسك عليها الله، ولكن ما بغاش يحمد الله سبحانه وتعالى، وهنا فين كانت عندها ديك العقده منذ الصغر اللي هو الانتقام. السيده دائما بغات تكون هي الاولى، هي الطوب، هي يعني حتى واحد ما يقد عليها. فبنات بلادها مغنيات يعني مغنيين فنانين اللي ما رحماتهمش اخواني اخواتي، وئام الدحماني اخواني اخواتي اللي بعد ما كنا كنظنوا ان فعلا انها يعني انتحرت، ولكن لا شيء من هذا القبيل. يعني مؤخرا اكتشفنا بعض الامور اللي صراحه بينات الحقيقه ديال هذا الحساب حمزه مونبيبي. حساب حمزه مونبيبي اخواني اخواتي راه ما فيش غير ابتزاز التشهير، راه فيه عصابه يعني كتنفذ التصفيه ديال الناس اللي ما حطوش الاموال، ولا ما حطوش ديك الاموال اللي طالبوا بها كما كنقولوا، يعني ابتزاز بالصور، وهادشي اللي كانوا وقعت الوئام الدحماني الله يرحمه ابتزوها بالصور، ولكن هي هداتهم انها غترفع لهم شكايه، وبالتالي صفوها لي بديك الطريقه باش ما يوصلش الخبر يعني للمحكمه بدبي. واليوم اخواني اخواتي راه الروح عزيز عند الله سبحانه وتعالى، فالاخبار يعني كلشي المعلومات وصلت لشرطه الامارات، وهنا كتبدا التحقيقات من البدايه الى النهايه. فغيبداو بهاد المغني، يبداو ببعض العصابه، افراد العصابه اللي منهم اللي خارج اللي في الولايات المتحده الامريكيه، اللي منهم يعني في السعوديه، اللي منهم بزاف الاشخاص اللي كتنتظرهم هاد العقود، التحقيقات مع المصالح الامنيه سواء في المغرب او لا في الامارات. فعلى اي حنا كنتمنوا ان القضاء ينصف هذيك الضحايا ديال حساب حمزه مونبيبي اللي مازال كيعانيوا ازمات نفسيه، ازمات نفسيه اخواني لحدود الساعه، كاينين اللي ما قدروش انهم يرفعوا شكايه ضد هذا الحساب، ظن انهم غينتقموا منهم. فعلي اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم، بارطاج ديالكم لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.